السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. احنا هنبدأ معاكم النهاردة حلقتنا مشاهدينا بتقرير من تقارير الغارمين وفك سجن الغارمين. وطبعا زي ما انتوا عارفين احنا برنامجنا النهاردة عامل بروتوكول مع مؤسسة دنيا جديدة ومؤسسة مصر الخير لإخراج 1000 من الغارمين من السجون. وطبعا تابعنا مع بعض حالات كتير مختلفة خلال الشهور اللي فاتت، والنهاردة هنشوف مع بعض حالتين. الحمد لله ربنا أكرمنا وجعلنا سبب في فك كربهم ولحقناهم قبل ما يدخلوا السجن. ومؤسسة دنيا جديدة بالتعاون مع طبعا مؤسسة مصر الخير سددوا لهم المديونيات بتاعتهم. أرقام التواصل مع مؤسسة دنيا جديدة هتكون معاكو على الشاشة، ونشوف مع بعض مشاهدينا تقريرنا وبعده نبدأ حلقتنا. كانت موضوع فلوس، وجوزي توفى والفلوس دي اتكسرت عليا انا، وانا اللي كنت ضامنه ما بقتش لحق اسدد. فجيت هنا مؤسسه دنيا جديده راحوا مسددين الدين اللي عليا. انا كنت باجي هنا ببكي، استاذ وليد ربنا يبارك له ويرضيه، استاذ محمد، كلهم صراحه. استاذ وليد قال لي احنا هننجز لك في الموضوع عشان ده اخر حاجه واحنا مش هنرضاه. قلت له انا ام واب لعيالي وكده، قال لي حاضر. بقيت اجي ابكي، لقيته صراحه راح الورق على طول. استاذه سمر اتصلت بيا، استاذ احمد عاشور جاني البيت، استاذ محمد الاول وبعد كده استاذ احمد عاشور ومن مصر الخير، وجت راحت مخلصاني على طول. كان المبلغ 20,000، الراجل قال لي انا هسيب لي اليتامى 5 واخد 15. مصر الخير اديته 13,000 قبل العيد بيومين اتنين، راحت مدياله 13,000 جنيه، والراجل ده دلوقتي بيحسن على عيالي وواقف معايا. أنا اسمي خيرية عبد الحميد، من اسكندرية، منطقة اسمها منطقة العوايد. فأنا كنت بنطلع عمرة وحج وعمالة حج، جيت وديتها لشركة سياحة اسكندرية، شركة اسكندرية الدولية جنب الإسكان والتعمير. خدوا من الحجاج وما ادونيش، ما طلعهمش. وبعدين فلوس ما فيش، الفلوس السنة دي اللي وراها، الشهر اللي وراها ما فيش فايدة، خلاص خلصت. جوم الناس عمل خدوا عليا إيصال، خدوا مني 75,000 جنيه يبات على الرصيف عشان أجيب فلوس الناس. في البيت يخبطوا عليا، في الشباك يخبطوا عليا، واللي تزعق لي واللي تردح لي وتقول لي انت نصابه وحراميه. فبصراحه ربنا يعني كنت عايشه في رعب وفي مشكه جامده، ولغايه ان انا بقيت اروح لاولاد الخير كلهم عندنا، ما فيش حد بص لي باي حاجه. فخلاص طف بيا لغايه ما عثرت بالدنيا جديده. طبعا هم وصلوها لمصر الخير، ومصر الخير قامت بالواجب، وربنا يبارك لهم في عمرهم يا رب. ويوم ما جم سدولي يعني كان يوم ما تعرفش ايه اللي حصل، كان يوم حلو جدا جدا عندي ان انا ربنا نجاني من السجن. وطبعا لما تبقى ست كبيرة زي كده 70 سنة تروح فين؟ جوزي عنده 83 وأولادي 7 متجوزين،
يعني كبيرة جدا جدا عشان يروحوا الناس تزفيني بقى وتقولي بتحت السجن والحديد في ايدي وانا بشكركم من كل قلبك. عملنا الحمد لله بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير في إخراج، كنا عاملينه عدد 1000 من الغارمين، الكلام ده كان في شهر 3 اللي فات، والحمد لله ابتدينا فيه وصورنا مع حالات كتير من الحالات اللي احنا ساعدناها. ممكن النهارده كان معانا حالتين، الحاجة خيرية وحالة فاطمة، كان جم عن طريق مؤسسة دنيا جديدة، ونتيجة التعاون اللي مع مؤسسة مصر الخير بنعمل دراسة حالة مشتركة ما بيننا وبين مؤسسة مصر الخير، والحمد لله ساعدناهم والفلوس دفعت لهم. حاجة خيرية دفع لها 18000 جنيه وفاطمة 13000 جنيه والقواضي بتاعتهم خلصت الحمد لله. وده يعني هو دي النتيجة اللي احنا المفروض نطلع بيها، والحمد لله اللي وصلنا لها ان احنا التعاون ما بين المؤسسات الخيرية الكبيرة عشان نقدر نساعد اكبر عدد من الناس، سواء بقى الحالة بتجيلنا واحنا نبعتها لمصر الخير او العكس، او يعني المهم في النهاية في نتيجة ان في بني ادم كان محتاج حاجة والحمد لله قدرنا ان احنا نقضي له حاجته ديت، وده اهم في الموضوع.